حلبة هنا عندنا بالنادي يطبق فيها الاستعراض اللي هو الاستعراض الحر والدريفت، وفي استعراض اللي هو برا بالمناطق الثانية بس هو ممنوع وغير مصرح فيه يعني. كنت امارس هذا كنت بالشوارع، بس الحين ما شاء الله فتح النادي والحين كنت بالنادي وانصح الشباب انه لا يروح الشوارع. والله العرض كتير حلو، كل اسبوع عن اسبوع في حركات ازود وحركات خطره. Thank you.